عندنا فقره انت مين. أي. لما بقول للكابتن جمال الغندور حكمنا المونديال الدولي انت مين، مكتوب ايه اسمك في البطاقه؟ مكتوب في البطاقه ان انا جمال ايه، ابن جمال محمود. محمود ده الله يرحمه هو كان سبب في النجاح اللي ربنا سبحانه وتعالى حققه، ادهوني ده كله بسبب انه حط فينا بذره ده الوالد بذره الصدق وعدم الخوف واحترام الظروف اللي احنا عايشينها، خلق فينا ان احنا يعني نقيم فرض ربنا سبحانه وتعالى من صغرنا الحمد لله وتمسك بيه، وده يمكن دي الاساسيات اللي عملت اسم جمال. اسمك الثلاثي ايه في البطاقه؟ جمال محمود احمد. جمال محمود احمد. عرفنا على اسرتك. اسرتي عندي زوجتي طبعا ربنا يحفظها، ربنا يكرمك، عندي فيها. بنتي اكبر ولادي، يعني عندي بنت واربع اولاد، هي دي الاسره. دي الاسره. هم دول، ربنا يخليهم لك يا رب. وعندي اربع صبيان اهم ورايا. قلنا بقى من اليمين الاول واحد فوق، خالد واللي بعديه، وبعدين يوسف. يوسف وبعدين زياد اصغر واحد، وبعدين عمر. ومين اللي بقى اللي واقفه؟ بنتي، ما هي دي نانا هناء. نانا. واللي قاعده واللي جنبها قاعده زوجتي وانا. وانت انت كنت بربي شنبك؟ لا بس كان دقني طويله شويه يعني. لا لا كنت بربي دقنك اهو شنبك. لا انا ما حلقتش بس دقني وسيد. طيب احنا يعني ربنا رزقني باسره الحمد لله، يعني انا برضو ربيتهم على بنفس الاسلوب اللي والدي ربنا عليه. اهم حاجه بالنسبه لي الصدق، وان هم يعني ده الله عليك يا ياسين، ده ياسين احمد الغندور، ده ياسين ده أحمد. بقى نورت العيله دلوقتي ياسين ده احمد. شايفه ممكن يطلع حكم؟ انا شايفه كده. لا خالص انا المره دي كده انا هو ربنا يحفظه انا المره دي مش هسمح لحد في العيله تاني بانه يدخل التحكيم تاني بجد. هو بمزاجك؟ لا مش انا هخليه بمزاجك حسب الاختيار. لا عشان احافظ عليهم يا كابتن مصطفى. كويس، ما احنا ما قلناش حاجه. والله العظيم انا مش زعلان من حد، بس الموضوع ده في ناس كتير قوي. الله اكبر. والبنوته الحلوه دي بسم الله ما شاء الله. دي اول احفادي ما شاء الله، ربنا يخليها لك يا رب. ما شاء الله عليها 4 سنين ونص دلوقتي ايه. وطبعا دي حياتي كلها كابتن مصطفى، ربنا يخليهم لك يا رب. ربنا يخليهم. هوايتك ايه غير التحكيم؟ بتعمل ايه؟ انا انت لسه عندك حاجات تانية لسه؟ انا لازم ليله بقى عشان خالد. طب انت دهونا كده على طول. ده معقوله ده ما يطلعش يا كابتن مصطفى على الشاشه؟ بسم الله ما شاء الله. دي ليله خالد الغندور بس حاطه ببيون احمر اهلاويه هي. اظن هتقول لي لا كمان. لا شكلها لا وشفايفها حمرا. طيب ما معرفش يا كابتن. وبتبص لك بالعين الحمراء. اخر احفادي دي ربنا يخليها لك يا رب، ويخليك ليهم تفرح بيهم. ربنا يخليك. ربنا